بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، مستمعينا الكرام، هذه الانطلاقة أمامكم، انطلاقة الشوط 13 خاص بالإبكار الإذاعة المحليات الأصائل لأبناء القبائل، انطلاقة موفقة وسليمة بإذن الله في هذا اليوم المبارك وفي هذا الميدان، ميدان الذهب، ميدان الهباب. وهناك على مقدمة الشوط على المركز الأول اللي هي معزة السيد منصور بن محمد بن دحروي العامري اللي ماخذ المركز الأول. يلا يا معزة المركز الثاني، بنشوف المركز الثاني. هناك على المركز الثاني عندك يا أبو الضبيعة مواري راشد بن مطار أبو الضبيعة اللي ماخذ المركز الثاني، بينما المركز الثالث بنشوف المركز الثالث اللي هي سهرة منصور بن أحمد السبوسي ماخذ المركز الثالث، رابع المراكز أصبح من نصيب هملولة للسيد براهيم بن سالم العليلي ماخذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس، المركز الخامس بنت صغان لحميد بن كعيب الفلاسي، بينما المركز هناك السادس متعبة مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي ماخذ المركز الخامس السادس، والمركز السابع وين عنا؟ لكن عندنا هذا ست مراكز مشاهدين الكرام، ست مراكز عندنا هني، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هناك مواري، مواري اللي هي في المركز الاول، مواري للسيد راشد بن مطار بن الضبيعة الاجتبي ماخذ المركز الاول، بينما المركز الثاني اصبح من نصيب معزة منصور بن محمد بن دحروي العامري ماخذ المركز الثاني، والمركز الثالث اصبح من نصيب بسهرة منصور بن احمد السبوسي ماخذ المركز الثالث، ورابع المراكز هملولة السيد براهيم بن سالم العليلي، والمركز الرابع هناك اصبح من نصيب المركز الرابع اللي حميد بن كعيب الفلاسي اللي هي بنت صوغان، المركز الخامس، المركز الخامس متعبة مبارك بن محمد مطيوعي، وهناك على المركز السادس، وين المركز السادس؟ بعيد عنا. على عموم، على كل حال، خلونا مع الست المراكز الاولى. هني هناك على مقدمة الشوط مواري، مواري اسم قوي، اسم قوي بالضبيعة مواري، مشاهدين الكرام اللي ماخذ المركز الاول في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، من بداية الانطلاقة قطعنا 2 كيلومترات، ما تبقى الا 3 كيلومترات عن خط النهاية، وهناك للسيد راشد بن مطار بن الضبيعة اللي هي مواري ماخذ المركز الاول، وتوارى على الانظار مشاهدينا الكرام بسيطرة، سيطرة كاملة على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني اللي هي سهرة منصور بن احمد السبوسي ماخذ المركز الثاني، وهناك على المركز الثالث وصلت معزة منصور بن محمد بن دحروي العامري، والمركز الرابع هملولة لبراهيم بن سالم العليلي، وهناك على المركز الخامس بنت صوغان حميد بن كعيب الفلاسي، وهني المركز السادس، المركز السادس مشاهدين الكرام متعبة مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي ماخذ المركز السادس. هذه الأسماء مشاهدي الكرام، عديناها على حضراتكم، ست مراكز الأولى مشاهدينا الكرام. وهناك هناك وين؟ هناك مواري، مواري مشاهدين الأعزاء ماخذ المركز الأول للسيد راشد بن محمد، راشد بن مطار بن الضبيعة الاجتبي ماخذ المركز الأول، بينما المركز الثاني، الثاني هني سهرة منصور بن أحمد السبوسي، والمركز الثالث هناك، هناك المركز الثالث عندك معزة، معزة للسيد منصور بن محمد بن دحروي العامري ماخذ المركز الثالث. يا سلام، المركز الرابع، المركز الرابع بن صوغان، بن صوغان في المركز الرابع للسيد حميد بن كعيب الفلاسي، والمركز الخامس متعبة للسيد مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي، وهناك المركز السادس، هناك هناك هملولة للسيد براهيم سالم العويني العليلي،
هذه الست المراكز الأولى مشاهدينا الكرام، هذه المراكز الأولى ست مراكز الأولى مشاهدينا الكرام، ولكن هناك بتصير هناك منافسة قوية على المركز الأول من بين مشاهدينا الكرام، هناك مواري من بين مواري مشاهدينا الكرام ومن بين مشاهدينا الأعزاء اللي هي مشاهدينا الكرام مواري والسيد راشد بن المطار بضبيعة، والمركز الثاني هناك المركز الثاني سهرة المنصور بن أحمد السبوسي. يلا المنافسة قوية على المركز الأول، وهناك هناك هناك من جنب الثاني من الجنب الثاني معزة منصور بن محمد بن دحروي العامري. يلا يا بن دحروي العامري، يلا خلك مع المراكز الأولى، خلك عند الجماعة، عند الجماعة مشاهدي الكرام، عند بضبيعة وعند السبوسي، عند السبوسي وعند بضبيعة. يلا هناك اللي غيرت وخذت المركز الأول. الله يا سهرة، سهرة مشاهدينا الكرام للسيد منصور بن أحمد السبوسي ماخذ المركز الأول وغيرت على المركز الأول. المركز الثاني هني مواري راشد بن مطار بضبيعة الاجتبي. المركز الثالث هناك أصبح من نصيب المركز الثالث معزة منصور بن محمد بن دحروي العامري ماخذ المركز الثالث. يلا الثلاث المراكز الأولى، ويلا بنشوف هناك يلا يا السبوسي ويلا يا بضبيعة ويلا يا بن دحروي، ياك بن دحروي وصلك بن دحروي وصل بن دحروي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هناك معزة معزة مشاهدين الكرام، معزة مشاهدين الكرام غيرت وخذت المركز الأول، غيرت وخذت المركز الأول معزة للسيد منصور بن محمد بن دحروي العامري راعي مرغم، راعي مرغم. بنقول خذ بتفوز البكر، بنقول مرغم مرغم، لكن هني السبوسي، هني سهرة 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 مشاهدين الكرام للسيد منصور بن أحمد السبوسي، ولكن خلاص الثنتين مفردن، الثنتين مفردن. روح روح يا بن دحروي، ياك السبوسي يا بن دحروي، ياك السبوسي يا بن دحروي. الله 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 الله، وصل 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 منصور بن أحمد السبوسي، ونقول سلام، بنقول سلام، بنقول سلام يا مروم، سلام يا مروم، سلام مشاهدينا الكرام على ظهر هناك، على ظهر اللي هي سهرة، سهرة لمنصور بن أحمد السبوسي. هنيالك المركز الثاني هناك السيد منصور بن المركز الثاني منصور بن محمد بن دحروي، ولكن خلاص سهرة خذت المركز الأول، سهرة خذت السلام، ودت السلام للسيد منصور، للسيد منصور بن أحمد السبوسي، والمركز الثاني معزة منصور بن محمد بن دحروي العامري، والمركز الثالث بنشوف المركز الثالث للضبيعة، والمركز الرابع العليلي، والمركز لا المطيوعي المركز الرابع، والمركز الخامس بنشوف المركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدين الكرام ابراهيم بن سالم العويني، والمركز السادس لابو عبد الله. هذه النتيجه مشاهدين الكرام للست المراكز الاولى بقياده